السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من World Sports على قناة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30، بنتكلم في آخر الأخبار العالمية. عندنا مواضيع مهمة جدا جدا خلال الأسبوع الماضي هنستعرضها مع حضراتكم، وأبرز الأحداث هي قرعة دوري الأبطال، قرعة دوري الأبطال واللي هتكون مواجهة منتظرة ما بين ليفربول، محمد صلاح نجمنا المصري أحسن لاعب أفريقي للمرة الثانية على التواني من البي بي سي والجائزة المقدمة، واللي طبعا محمد صلاح حاز على الجائزة كان قبليه نجوم مصرية زي محمد أبو تريكة والنجم المصري أيضا محمد بركات، وبالتالي محمد صلاح عنده مواجهة قوية جدا مع فريق بايرن ميونخ، وطبعا باقي المواجهات القوية اللي هنتكلم عليها. لكن طبعا هنتكلم أيضا على نهائي كأس العالم للأندية ومواجهة قوية ما بين العين الإماراتي، يعني إنجاز كبير جدا جدا جدا، نهائي قوي أمام ريال مدريد، ويا ترى يا هل ترى هل ممكن فريق العين الإماراتي يحقق لقب كأس العالم للأندية؟ يعني العين طبعا أول فريق إماراتي وتاني فريق عربي بعد فريق الرجاء المغربي اللي يصعد إلى المباراة النهائية. طبعا محترفين المصريين في الخارج فقرة مهمة جدا، لكن الأبرز والقضية المهمة جدا هو محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه تم استبعاده من لقاء بكرة أمام بشكتاش بعد الأزمة الأخيرة في انتقاله من فريق قاسم باشا التركي إلى، يعني زي ما بيقال، إلى الدوري السعودي. إن تريزيجيه جاي له عرض من الدوري السعودي، لكن فريق قاسم باشا رافض أصلاً إنه يستمع لأي عرض مقدم لتريزيجيه أقل من 10 مليون يورو، ولسه مستنيين هل تريزيجيه هيكمل في العصيان، هل تريزيجيه هيكمل يعني إنه يبتعد عن التدريبات، هل تريزيجيه هيتعاقب انه مش هيكون في الماتشات اللي جايه كلها، وهل هي هتكون حل في ازمته ان هو ينتقل من فريق قاسم باشا الى اي دوري، دوري السعودي، دوري الايطالي، دوري الاسباني. عروض كتيره جدا بتيجي لتريزيجيه في الفتره الاخيره، لكن اداره قاسم باشا بتتعامل معاها بعدم احترافيه، وبالتالي ده مش في مصلحه لاعبنا المصري المتالق محمود حسن تريزيجيه. النهارده ان شاء الله مباراه ليفربول وولفرهامبتون الساعه 10 بتوقيت القاهره، خلاص دخلنا على احتفالات الكريسماس وراس السنه، وبالتالي الدوري الانجليزي المعروف عنه انه مفيش راحه، في بوكسنج داي ماتشات هتبقى كل 3 ايام، النهارده اول جوله، الجولات اللي جايه هتكون يوم الاربعاء اللي جاي، وهنستكمل باقي الجولات في الويك اند اللي جاي او في السبت والحد اللي جايين اللي خاصين بالدوري الانجليزي. شفنا وتابعنا مباريات الكاس او كاس الكاراباو كاب، طبعا كلنا تابعنا الماتشات كلها قويه، شفنا توتنهام وارسنال، وخلت توتنهام بيعوض الخساره امام فريق ارسنال، لكن هنتكلم بالتفاصيل وتفاصيل اكتر ان شاء الله، تكون حلقه ممتعه ومليئه بالاحداث اللي تنال اعجاب حضراتكم. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل في باقي الفقرات.